السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. في افتتاح المؤتمر الحادي عشر للتضامن بالرباط، تأكيد على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية وحرصه الدائم على إشاعة قيم السلم والتضامن عبر العالم. القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، مشروع رائد يواكب سلسلة المشاريع العملاقة التي باشرتها المملكة في مجالات عدة. ملتقى اليهود المغاربة بمراكش يؤكد على الاستثناء المغربي للعيش المشترك من خلال الالتزام بالحفاظ على الذاكرة والتراث اليهودي. وبالمستشفى الإقليمي لازلال، مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم قافلة طبية لعلاج وجراحة العيون. أهلا بكم. نستهل النشرة من الرباط التي تحتضن أشغال المؤتمر الحادي عشر للتضامن، شعاره السلام والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة. وفي جدول أعماله جلسات أربع تتناول تطورات القضية الفلسطينية والمحافظة على وحدة الشعوب وأراضيها والتنمية الاقتصادية المستدامة. رشيد يكن وسامر بركة. القضية الفلسطينية في ظل محاولات التصفية التي تستهدفها المحافظة على كيان الدولة الوطنية في مواجهة محاولات التفتيت، التنمية الاقتصادية المستدامة. ثلاثة محاور لجلسات النقاش كانت معدة قبليا في جدول أعمال هذا المؤتمر، لكن كلمات الجلسة الافتتاحية حملت معها شبه إجماع على نوعية المبادرة الملكية الأخيرة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء بخصوص دعوة الجزائر للحوار. عديدين يعتبرون رسالة نداء جلالة الملك وخطاب جلالة الملك وثيقة رسمية لمؤتمر منظمة التضامن الأفرو أسيوي. هذا مهم جدا، يعني ستكون مادة سنشتغل حولها في جميع الملفات الأخرى التي سنتناولها، فلسطين والأخطار التي تتهدد العالم وقضية التنمية المستدامة. نحن كبلد كتونس، لجنة تونسية للسلم والتضامن المشاركة في هذا المؤتمر، نحيي مبادرة الحوار التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس. هي مبادرة ملكية تعمل على تفعيل البناء المغاربي. هذه المبادرة نحن كمجتمع مدني في تونس كدبلوماسية شعبية سنعمل على التفاعل معها. الهدف هو بناء مغاربي حقيقي، وهذا ما نرجوه كلنا كشعوب مغاربية. أشغال المؤتمر كانت فرصة للتباحث بين رئيس الحكومة والوفد الفلسطيني برئاسة نائب رئيس الوزراء. هذا الأخير عبر للسيد سعد الدين عثماني عن تقديره لمواقف المملكة المغربية بخصوص دعم القضية الفلسطينية، تجسيدا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي. جلسة عمومية عقدها اليوم مجلس النواب، محورها مدارسة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد إدخال عدد من التعديلات على مقتضياته. عماد أمسمير وفؤاد حرش. تفاعل الحكومة مع مقترحات النواب والتي وصلت إلى 224 تعديلا تميز بالإيجاب، حيث تم قبول 56 تعديلا وسحب 72، أي بنسبة فاقت 43%. وقفنا على مجموعة الإجراءات اللي جابتها الحكومة فيما يخص هذا القانون، هذا لا على مستوى القطاع الاجتماعي، لا على مستوى القطاع المقاولاتي وكل ما يتعلق بالدعم ديال المقاولات، وكذلك على مستوى الحكمة فيما يخص مجموعة ديال القطاعات. بطبيعة الحال اللي مهم بالنسبة لهذا المشروع قانون المالية هو أنه كانت عنده بالنسبة للحكومة أولوية ديال كل ما له علاقة بما هو اجتماعي. جاب أولويات واختيارات كتجسد أساسا في أولا في التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية بصفة عامة، ثانيا جاب إعطاء الأولوية لقضايا وملفات اجتماعية، وثالثا تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. فهذه أولويات حقيقة تعكس انشغالات الحكومة بهذا الأمر. تتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2% مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3%. فكيف ترى المعارضة مشروع القانون بعد التعديلات؟
لدينا بعض الملاحظات على طريقة إعداد المشاريع قوانين المالية ديال الحكومة اللي هي كتبعها وعدم الاستقرار خاصة في المجال الضريبي، وأنه دائما هي مشاريع قوانين البرمجة والأجراء وليست استراتيجيات ومشاريع اللي كتهم. هو في الحقيقة بأن مشروع قانون المالية يجب أن يعكس أولويات الحكومة ويترجمها ويترجم كذلك الاحتياجات ديال المواطنين، في حين أننا اليوم كنجرو بأنه مشروع قانون مالي روتيني شأنه شأن باقي مشاريع القوانين المالية. خاص 1000 مدرسة جامعاتية على الصعيد الوطني. حاليا الحكومة كتنشأ 10 مدارس جامعاتية سنويا، هي خاصة 100 عام باش نصلحوا هذا المشكل ديال المدارس الجامعاتية. حنا اقترحنا نصلحوه في 5 سنين، ولكن كيفاش تصلحوا 5 سنين؟ خاص تضامن، خاص تضامن، خاص نلقاو مداخل جديدة. قلنا هذوك المداخل الجديدة نجيبوها من الأغنياء ديال الوطن يديروا مجهود. راه شوف المغاربة كلهم خصهم يديروا مجهود، الطبقة الوسطى حتى هي خصها دير مجهود. يشار إلى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبث في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب. وبمجلس المستشارين جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس تناولت التدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي وإجراءات دعم المقاولات الفلاحية. نادية المدن وعدنان هراس. حوالي 1,800,000 مقاولة فلاحية صغيرة و 4,000 مقاولة أخرى حاملة لمشاريع خاصة في مجال الصناعة التحويلية الفلاحية تحظى اليوم بمساهمة الدولة دعما ومواكبة. اليوم عندنا يعني تحت الدرس واحد الطلب ديال تقريبا استثمار ديال 870 مليون ديال الدرهم، اكثر من 50 مشروع اللي غادي يخرجوا للوجود ان شاء الله، وغادي الدعم الدوله غادي تدعمهم. اقترحنا لانه يكون هناك دعم الفلاح الصغير بالاخص، ان بالنسبه للاثمنه وتكون مناسبه ليه بالنسبه للبذور. المقاولة الفلاحية تنميتها والإجراءات المتخذة لتحفيزها خاصة بعد الأمطار الأخيرة التي عمت مختلف مناطق المملكة كانت محور هذه الجلسة. كان شيء يتعلق بالمقاولة الفلاحية والتنمية ديالها والإجراءات اللي اتخذتها الوزارة نتاع الفلاحة باش يكون ان تحفيزات وكذلك يكون واحد الدينامية جديدة بحال اللي كاين في المقاولات الاخرين التجارية والصناعية والخدمات. ضروري الان كما الميزانيه ديال الدوله ساعدات ودعمات الفلاحه دعم حتى المقاولات باش يمكن ليها تاخذ الطريق ديالها وتساهم في التطوير ديال هذا القطاع. الفلاحة هي دعامة الاقتصاد الوطني، والمملكة رفعت تحديا كبيرا عند تبنيها لمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره على مستوى الإنتاجية والتثمين. مشاريع وأوراش تلو الأخرى تشهدها بلادنا وفي مجالات عدة، النقل السككي نموذجا، ومشروع القطار الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء مشروع رائد ناهزت كلفة إنجازه 23 مليار درهم. سكينة إدريسي وأمين الشرقاوي. انطلاقة جديدة ستعرفها منظومة النقل السككي بانطلاق مشروع الخط فائق السرعة، مشروع سيكون له الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. المشروع أدى إلى خلق مناصب عمل كبيرة جدا، ما يقارب 30 مليون يوم عمل في فترة الإنجاز، اشتغل فيها عدد كبير من المغاربة، أعتقد 72% من يد العاملة التي شغلت من كوادر ومن عمال كانت مغاربة، بالرغم أن كانت هناك شركات فرنسية، وهذا يعطي أثر مضاعف بالنسبة لكل منطقة التي يمر منها خط القطار الفائق السرعة. أكثر من هذا خلق ديناميكية جديدة في بعض مراكز تلك المدن، لأن تم إعادة تهيئة مجموعة من محطات القطار بالنسبة للدار البيضاء، الرباط، القنيطرة وطنجة. منشآت وأوراش واكبت مشروع الخط فائق السرعة سيكون لها أيضا وقع إيجابي على مستويات عديدة. أولا من الربط ديال واحد القطبين، قطب ديال الدار البيضاء والقطب ديال طنجة مع الميناء المتوسط ديالها، غادي يمكن الربط ديال هاد القطبين الاقتصاديين، غادي يمكن كذلك من انعاش يعني التنمية الصناعية، فما يخفاش بانه هاد المناطق المجاورة الصناعية غادي تعطى واحد النفس جديد بفضل هاد المشروع، وكذلك غادي هناك واحد
سعه اضافيه غادي تكون في مجال نقل البضائع اللي غادي يمكن اننا يعني ميناء طنجة المتوسطي يكون عنده يعني انتشار. الخط فائق السرعة مشروع تنموي طموح كلف غلافا ماليا يناهز 23 مليار درهم، كلفة ساهمت فيها المملكة ب 6.5 مليار درهم من خلال ميزانية الدولة وكذا صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فرنسا أيضا وفي إطار مواكبتها لهذا المشروع ساهمت بنصف الاستثمارات موزعة بين هبة بمبلغ 825 ملايين درهم فضلا عن قرضين بفوائد تفضيلية بقيمة 10 ملايير و700 مليون درهم. تمويل هذا المشروع شاركت فيه أيضا بلدان عربية شقيقة بحوالي 5 مليارات درهم موزعة بين مليار و500 مليون درهم من الصندوق السعودي للتنمية، مليار و100 مليون درهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مليار و100 مليون درهم من صندوق أبو ظبي للتنمية، هذا بالإضافة إلى مليار و200 مليون درهم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكوين الموارد البشرية التي ستؤول إليها مهمة تدبير ومواكبة الخط فائق السرعة دور يضطلع به معهد التكوين السككي، نتعرف عليه أكثر في ريبورتاج عبد الحميد جبران ومحمد الناصري. خط القطار فائق السرعة مشروع ضخم تطلب استثمارات مهمة ومجهودات تقنية كبيرة، واستغلاله يتطلب أيضا كفاءات مؤهلة لمواكبة المشروع في عدد من التخصصات التقنية، كفاءات تم اختيارها وفق معايير محددة تتماشى وخصوصية المشروع. بالنسبة لتجربة فائق السرعة بيانسير هذه تجربة أولى في المغرب ونقدر نقولوا تجربة أولى في إفريقيا، لهذا اختارنا هذا المجال. الهدف هو أن يتم تطوير الكفاءات المحلية باش يعني المكتب يولو عنده في ضمنه هاد الكفاءات اللي يعني تواكب الخصوصية ديال القطارات الفائقة السرعة. وللتكوين المستمر لهذه الموارد البشرية تم تأسيس معهد التكوين السككي هذا سنة 2015 بمدينة الرباط كثمرة شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية، يوفر للمكونين دروس نظرية وأخرى تطبيقية. منذ إحداث المعهد تم تكوين أكثر من 500 سككي في عدة مهن، مهن السياقة، مهن صيانة السكة ومعدات التشوير، مهن صيانة المقطورات، وكذلك مهن استقبال الزبناء والخدمات. ولتكوين أكثر فعالية يوفر المعهد للمكونين الوسائل التقنية الضرورية لتداريب تحاكي الظروف الحقيقية لسير القطارات. المعهد وفضلا عن تكوينه للتقنيين المغاربة في المجال السككي يستقبل كذلك عناصر من السكك الحديدية الفرنسية بالإضافة إلى آخرين من عدد من البلدان الإفريقية. مشروع القطار الفائق السرعة يتوفر على تكنولوجيا من مستوى عال في مجال النقل السككي، يقلص زمن السفر، يزيد من راحة المسافرين ويستجيب لانتظاراتهم. إيمان سلوي وحسن سيلا. مشروع خط القطار فائق السرعة نقلة نوعية للنقل السككي بالمغرب، مشروع طموح سيمكن من تقليص المدة الزمنية للسفر بين الدار البيضاء وطنجة إلى زمن قياسي يبلغ 2:10. ورش من الأورش المهيكلة لمغرب التقدم الاقتصادي والحداثة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. للمواطنين عدة انتظارات وتطلعات من هذا المشروع الرائد إفريقيا. كنتمنوا انه يدير واحد النقله نوعيه ويقلل من العبء ديال المسافرين بالنسبه للطلبه وبالنسبه للموظفين اللي كيستعملوها يوميا. بحكم اننا كناخذوا هذا القطار بشكل دائم يعني تصدروا منه انه يقلل المسافه والوقت والتدبير الزمني.
مهم بالنسبة لإنسان عنده شغل في الرباط في الدار البيضاء غادي يقضي المسافة ديالو وغادي يرجع بحال هكا. بأبعاد تنموية سياحية واقتصادية بلغت كلفة المشروع 23 مليار درهم. تختصر بزاف ما بين طنجة والدار البيضاء مدة قليلة بالنسبة اللي غادي اللي كيدير هذا التراجي بصفة دائمة. الناس غيختصروا بزاف الوقت ويختصروا بزاف يعني حتى باش انه يفكر انه يسافر لطنجة ما يبقاش يشكل هم بالنسبة لهم ولا هاجس. مشروع سيعمل على زيادة عدد المسافرين من 3 ملايين إلى أزيد من 6 ملايين على المحور الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وخدمات لتطوير وتجويد البنية التحتية للسكك الحديدية عبر هذا الخط الفائق السرعة الذي سيستجيب لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم في رحلة بخطى نحو الريادة والتفرد. من مراكش استثناء مغربي للعيش المشترك تقدمه 250 شخصية من اليهود المغاربة من الوطن والخارج، والمناسبة أشغال لقاء يتناول موضوع اليهود المغاربة من أجل مغربة متقاسمة. أمين علام ومحمد حسن مسكور. في عالم يشهد تحولات كبرى ومتسارعة وسعيا لإنجاح رهاناته التنموية والحفاظ على هويته المبنية على التنوع الذي تشكل الروافد اليهودية مكونا أساسيا منه، يحتاج المغرب إلى كل أبنائه وبناته داخل المغرب وخارجه، ذلك ما أكدته الكلمات الافتتاحية لملتقى اليهود المغاربة. هذا الشعور بانتماء اليهود المغاربة أينما يتواجدون في العالم إرث ثمين نعمل على الحفاظ عليه، ونعمل كذلك على نقله إلى الأجيال اللاحقة حتى يظل المغرب أرضا للتعايش بين الحضارات ويشكل الاستثناء في عالم يعاني من الكراهية. اللقاء أيضا يهدف أن الحضور ديال اليهود المغاربة من مختلف دول العالم مدى الارتباط ديالهم بالبلد، ولكن الاستعداد باش يساهموا في إنجاح مختلف في الأوراش المفتوحة تحت ريادة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المغرب الغني بتنوعه الإنساني والثقافي شكل استثناء في عالم تتجاذبه تيارات الكراهية والعنف ونبذ الآخر، هي مقومات شكلت على مر العقود مفخرة لليهود المغاربة، وهم يسعون اليوم للحفاظ على هذه المقومات والتعريف بهذه الصورة المشرقة للمغرب. Maroc est une rare puissance puis c'est une puissance tricontinentale avec المغرب قوة المغرب قوة قارية هامة بتأثيرات على كل من أوروبا وعبر الأطلسي وبطبيعة الحال على إفريقيا والشرق الأوسط، موقع يجعله يلعب أدوار الوساطة والالتئام والأمن، كل ذلك ينطلق من مؤهلاته وتاريخه العريق. من البديهي أن ما يميز ويعطي الخصوصية للهوية المغربية هو الشخصية الإنسانية المضيافة التي جبلنا عليها. Le caractère d'hospitalité, de convivialité auquel nous sommes nés. Cette rencontre, la rencontre de Marrakech, est aujourd'hui très importante. هذا الملتقى الذي تحتضنه مراكش وجد هام لكونه يناقش ويبحث عن إجابات حول أوضاع الجاليات المغربية المقيمة في الخارج وإمكانية إحداثها لإطار تضامني يربط المغرب اليهود والمسلمين. المداخلات شددت على أن المغاربة واليهود مدعوون للتشبث بتاريخهم المشترك ونقله للأجيال وجعله دعامة لمحاربة أشكال الإقصاء واستثمار القاسم المشترك ألا وهو المواطنة المغربية للمساهمة في مسلسل البناء بالمغرب. وترافقنا اللحظة سهام بخليفي في هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير سهام. مساء الخير رضا. إذن البداية من أجدير. بأجدير زيارة تفقدية للوقوف على تقدم مشاريع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة إلى جانب الاطلاع على مشاريع أخرى استثمارية بالجهة. تفاصيل أوفر مع حجب التمك وعثمان التاسي. التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية محور هذا اللقاء مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الموقعين على الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع الصناعي لجهة سوس ماسة. المشروع أعطى يعني نتائج إيجابية
الهدف ديالو هو تقريبا شوية أقل من 24 ألف منصب شغل جديدة، واللي كيتبين اليوم أنه قبل سنة، إحنا دابا في 9 شهور، قبل سنة غادي نوصلوا إن شاء الله ل 12 ألف منصب شغل. جميع هاد المشاريع شادين طريقهم، وصلنا تقريبا دابا من بعد سنة يعني 12 ألف منصب شغل، يعني 50% ديال الهدف ديالنا. وهناك يعني واحد الانخراط لا ديال الإدارات لا ديال يعني الإدارة المركزية والإدارة الجهوية وكذلك ديال الخواص. إلى جانب هذا اللقاء تمت زيارة مركز للعلاقات والتواصل مع الزبناء، وهو مركز يضم 3 وحدات بمدينة أكادير لشركة فرنسية ويشغل أزيد من 1500 شخص، بالإضافة إلى زيارة وحدة لصناعة الورق والكرتون والتي تزود نسبة كبيرة للقطاع الفلاحي بالجهة. كتعرف ان قطاع الورق والكرتون هو قطاع كابيتاليستيك فيه البيجي طالع بزاف، ميزانيه طالعه بزاف. خدمنا اليوم واحد 30 تقني ذا مستوى عالي باك بلس 3، وان شاء الله عندنا في المستقبل بقى واحد 25 مليون درهم في هذا البروجي اللي غنخدموا فيه واحد 30 و40 واحد ان شاء الله. هي إذن زيارة تفقدية لمدى تقدم المشروع الصناعي بجهة سوسمس، مشروع سيساهم في جعل الجهة قطبا اقتصاديا كفيلا بإحداث فرص الشغل للشباب وخلق تنمية محلية في جميع الميادين. وفي لقاء جمع كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومنسقة قطب إفريقيا بالغرفة الأمريكية للتجارة، تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل ومناقشة الفرص المتاحة في وجه القطاع الخاص المغربي والأمريكي بهدف تشجيع التجارة والأعمال بين الطرفين من خلال تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية والأمريكية. وفي موضوع آخر، تنظم الشبكة المغربية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الاجتماع السنوي الإفريقي بحضور ممثلي المقاولات الخاصة الرائدة محليا وإفريقيا. فاطمة تابوت ومحمد العروي. بعد الإعلان عن الشبكة المغربية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ينعقد أول اجتماع على التفاعل بين الهدفين 4 و 8 للتنمية المستدامة المتعلقين بالحصول على تعليم جيد وعمل لائق وارتباطهما بالمناخ والتنمية المجال. بإرادة من الاتحاد العام لمقاولة المغرب والمقاولة 7 الرائدة بالمغرب، تم تأسيس شبكة محلية للاتفاق العالمي، واليوم بإمكانها لعب دور أساسي في تحريك القطاع الخاص حول أهداف التنمية المستدامة. هذه فرصة جديدة بالنسبة لبلدنا باش تأكد انخراطها عبر القطاع الخاص في مجالات تهم الإنسان وتهم مستقبل الإنسان. الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مبادرة موجهة للمقاولات، وتم تبنيها سنة 2000، وتهدف لتعزيز السلوك التجاري المسؤول لدعم أهداف التنمية المستدامة. اللقاء فرصة أساسية للتبادل والتشاور، وفرصة أيضا لانطلاق شراكة حقيقية جنوب جنوب لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة. أتمنى أن يخرج اللقاء بتعاون متبادل، وحضورنا يأتي من أجل تبادل التجارب والوقوف على ما حققته جزر موريس في المجال. اللقاء يتدارس عدة محاور، أهمها القطاع الخاص سبيل لتنمية المستدامة بإفريقيا، تكوين مقاولة مفاتيح الاندماج المهني المستدام بإفريقيا. الاستثمار بصيغة المؤنث هو شعار ملتقى النساء المقاولات بجهة سلا الرباط القنيطرة، تظاهرة تهدف إلى تعزيز آليات إدماج المرأة المقاولة في الاقتصاد الوطني في إطار تسوده المساواة والمناصفة على جميع الأصعدة. وفاء اليعقوبي والمهدي الشطيبي. رغم التطور الحاصل على صعيد المقاولة النسائية، ثمة هوة كبيرة بينها وبين المقاولة الرجالية، فارق كبير وسعي حثيث من لدن النساء المقاولات لتقليص هذه الهوة وتوسيع رقعة المقاولة النسائية.
الأرقام للأسف ما زالت خجولة جدا. كنهضروا على 10% ديال المقاولات بالمغرب، مع العلم أنهم أنهن كياخذوا واحد الحيز كبير في يعني في الاقتصاد. لهذا نحن نعزز ونشجع خلق المقاولة في الجهة وانخراطها في الدينامية الجهوية. ملتقى النساء المقاولات فضاء للتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا تبادل التجارب النسائية الناجحة. كنفكر ان شاء الله انا عندي ديبلوم في التسيير المقاولتي، علاش هاد الكوبيراتيف ديالي ما رداش مقاوله وتكون عندي فروع. وكنتمنوا من الجهه والمبادره وهذا انني يعني محتاجه لواحد الدعم باش نكبر المشروع ديالي. عندنا مثلا احداث واحد اربعه ديال المراكز ديال التثمين ديال المنتوجات المجاليه. كنعرفوا بان اليوم الاقتصاد الاجتماعي هو اقتصاد نسائي بامتياز، فهذا برنامج كنشتغلوا عليه مع المديريه الجهويه للفلاحه ومؤسسه محمد الخامس والتضامن. عندنا برنامج ديال دعم حامل المشاريع. سيتم ارسال التوصيات المنبثقه عن اشغال هذا اللقاء الى جميع القطاعات الوزاريه المعنيه بالاستثمار والمجتمع المدني لاخذها بعين الاعتبار وانخراط هذه الاخيره في تطوير المقاوله النسائيه والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وإليكم اللحظة مشاهدينا مؤشرات الأسواق المالية وأسعار صرف العملات. هذه المؤشرات مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد، باقي مواد الرئيسية نتابعها مع رضا العبيدي. شكرا لك سيام. نواصل من الرباط، حيث نظم يوم علمي هدفه تقاسم الخبرات حول مرض شلل الرعاش والوقوف على آخر التطورات العلمية والطبية في المجال. حسن طباعي وسعيد الجاصي. خبراء مغاربة وفرنسيون يحضرون هذا اللقاء لاستعراض آخر التطورات العلمية التي يعرفها مجال الأمراض العصبية، وخاصة ما يتعلق بمرض الشلل الرعاش وأعراضه الحركية وغير الحركية وعلاجاته الدوائية والجراحية. هي مناسبة باش نعبروا على الرغبة المولوية في أن تتعزز الاستثمارات الأجنبية في المجال ديال الصحة، وفي نفس الوقت تغدى بكفاءات مغربية اللي يمكن تجي وتحقق واحد النقلة نوعية في القطاع الصحي. اللقاء العلمي يأتي أيضا لتكريم الكفاءات والخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا بالنظر إلى إنجازاتهم في المجال. أشتغل بشكل خاص في مجال أعراض الرعاش، حيث طورنا أنا وفريقي مقاربة علاجية تسمح بتحسين علاجات الأعراض المسببة للمرض. مرض الباركنسون هو مرض كيقيس بزاف ديال الناس، واحد النسبة ديال 15% تقريبا في العالم. المغرب حتى هو كاين ناس مقيوسين بهذا المرض هذا، وكنظن بان هذه فرصه ان المغرب حتى هو يستافد من هذه يعني التطورات اللي يعني كتطور يوم على يوم في البحث العلمي وفي المجال. اللقاء يهدف كذلك الى تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين ومواكبه مشاريع الكفاءات المغربيه في ميادين البحث العلمي والطبي وتعزيز نقل التكنولوجيا عبر تشجيع انشاء منصات علميه متطوره. يوم دراسي في الرباط نظمته النيابة العامة ومحوره الحماية الجنائية للمرأة على ضوء القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وصل مغري وعدنا الهراس.
خلال هذا اليوم الدراسي حول الحماية الجنائية للمرأة تم تسليط الضوء على المستجدات الموضوعية والمصدرية للقانون رقم 1303 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ويستهدف كما تعلمون يستهدف القانون الإلمام بالحماية حماية المرأة سواء في بعدها الوقائي والحمائي عن طريق إحداث آليات لحماية المرأة من أنواع العنف أو تكفل بها بعد العنف تكفلا قضائيا عن طريق الآليات التي وضعها القانون. الحماية الجنائية للحياة الخاصة على ضوء التشريعات والاجتهادات القضائية المقارنة والآليات والمؤسساتية لتنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف مواضيع من بين أخرى على جهة هذا اللقاء. محور ذو أهمية كبيرة ويتعلق الأمر بالحماية للحياة الخاصة للنساء باعتبار أن هذا القانون تضمن مستجدات في هذا السياق وستستحضر في نفس الآن ما تتوفر عليه التشريعات المغربية في نفس الموضوع وكذا الاجتهادات القضائية لتعم الفائدة على جميع المشاركين. ويتضمن قانون محاربة العنف ضد النساء مجموعة من المستجدات التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهم تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف. إلى إيطاليا حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي مثل جلالة الملك في المؤتمر الدولي حول ليبيا على أن المغرب متشبث بحل سياسي متوافق بشأنه ومستدام في ليبيا من شأنه تمكين هذا البلد من تحقيق الاستقرار في إطار وحدته غير القابلة للتقسيم وسيادته غير القابلة للنقاش ووحدته الترابية الكاملة. وأعرب نصر بوريطة في هذا الصدد عن شكر جلالة الملك للحكومة الإيطالية على هذه المبادرة الهامة معربا عن أمله في أن يمكن هذا الاجتماع من العودة إلى روح التوافق الذي ساد مؤتمر الصخيرات الذي يظل الإطار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا اختتم أشغاله بتأكيد الفرقاء الليبيين على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة العام القادم. أهم بنود البيان الختامي مع عبدها الكاراتي. الأطراف المشاركة في مؤتمر باليرمو الدولي حول مستقبل ليبيا أكدت على التزامها القوي والواضح بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وعلى أن الحل العسكري لا يجدي وأن الحل السياسي هو وحده الذي يمكنه أن يكون مستداما بالبلاد. وأجمعت الأطراف على اعتبار الاتفاق السياسي الليبي المتفق عليه في 17 من دجنبر 2015 في صخيرات هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق من أجل مسار دائم نحو الاستقرار في ليبيا. ورحبت بدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام القادم. آن الأوان برأينا للاستفادة من الظروف الجديدة والدعوة لهذا الملتقى الوطني الذي نأمل من خلاله أن يقول الليبيون رأيهم بصراحة للمؤسسات التي انبثقت من اتفاق صخيرات. البيان الختامي أشار كذلك إلى اتفاق الأطراف على أهمية إتمام الإطار الدستوري وإجراء الاستحقاق الانتخابي في منتصف عام 2019 والموافقة على إنهاء الازدواجية في المؤسسات والالتزام بالتجديد الديمقراطي لهياكلها المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وقف إطلاق النار المعلن عنه بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال عقب يومين من التصعيد لم يدم طويلا. شهيد فلسطيني يسقط اليوم شمال القطاع برصاص الاحتلال الإسرائيلي ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 15. نبيل عزرقان. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة لاهيا بقطاع غزة عقب إصابته برصاصة في البطن أطلقتها زوارق الاحتلال أثناء ممارسة مهنة الصيد، ليصل بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15 شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى وتدمير واسع لمنازل وممتلكات المواطنين. وقد بدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية صامدا اليوم، واستأنفت المدارس والمتاجر أعمالها،
وعلى خلفية وقف إطلاق النار، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته احتجاجا على قبول الهدنة في خطوة تضعف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية وقد تؤدي لانتخابات مبكرة. الفلسطينيون في قطاع غزة عبروا عن سعادتهم باستقالة ليبرمان واعتبروها انتصارا لهم. لم نتفاجأ من قرار ليبرمان بالاستقالة لأنه واضح كان على خلافات مع نتنياهو حول الوضع في قطاع غزة، والقرارات الأخيرة كانت تشير إلى ذلك. سقط بانتصار مقاومتنا ووحدتنا في الشعب الفلسطيني. ويسود هدوء حذر في قطاع غزة غدة الهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل بجهود ووساطة مصرية بعد يومين من أسوأ تصعيد عسكري منذ العام 2014، فيما فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق لوقف العنف مؤخرا بين إسرائيل والفلسطينيين في القطاع المحاصر. أوقفت قوة الجيش والمقاومة اليمنية اليوم عملياتها الهجومية في مدينة الحديدة مؤقتا لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل الجرحى وفتح ممرات آمنة للراغبين من السكان بالنزوح خارج المدينة. وكانت قوات الشرعية قد حققت تقدما ميدانيا داخل المدينة وتمكنت مطلع هذا الشهر من اختراق دفاعات المتمردين بهدف تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي. توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس إلى مشروع اتفاق حول البريكسيت، ويحتاج هذا الاتفاق إلى المصادقة على المستوى السياسي في كل من بروكسل ولندن. ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل المشروع، خصوصا ما يتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية التي تعثرت بشأنها المفاوضات في الأسابيع الأخيرة. 48 قتيلا هي حصيلة ضحايا أسوأ حريق غابات في تاريخ شمال كاليفورنيا من حيث عدد الوفيات والدمار الذي ألحقه، حصيلة مؤقتة حيث البحث متواصل عن حوالي 228 مفقودا، فيما يخضع أكثر من 50,000 من السكان لأوامر إجلاء. وحتى يوم أمس بلغت المساحة التي اجتاحتها النيران 125,000 فدان. نواصل من إقليم أزيلال، حيث تنظم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت الرعاية الملكية السامية قافلة طبية لعلاج وجراحة العيون بالمستشفى الإقليمي لأزيلال. في المتابعة حسن زكي وأحمد حمري. بالمستشفى الإقليمي لأزيلال حطت القافلة الطبية لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الرحالة في إطار حملتها الطبية الاجتماعية لهذه السنة، والتي همت علاج وجراحة مجانية للعيون لأزيد من 300 من المرضى المعوزين المنحدرين من الدواوير المتواجدة بتراب إقليم أزيلال. كنلبيو الدعوة لأنه في الحقيقة حتى وجودنا كنحسوا به شرف لينا، وكندخلوا حتى الفرحة والبجاعة على الناس ديالنا. احنا كفنانة تنفرحوا بالحضور ديالنا ملي تنكونوا تنحضروا بهاد المناسبات، وتتشوف الناس مساكن اللي تستحقوا اللي تستحق يطلع عليهم الإنسان، ونتنجيو باش ندخلوا لهم شويه ديال الفرحة. القافلة تجند لها أزيد من 40 إطارا طبيا وتمريضيا لتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية في أحسن الظروف، كما سجلت حضور فنانين فكاهيين لزرع الابتسامة على محيا هؤلاء المرضى. يا سيدنا الناس ما عندنا باش نديروا العمل، وهذا دورنا الله يجزيهم بخير. والهدف من هذه الحملة هو القيام بجراحة مجانية لأزيد من 300 مريض من مدينة أزيلال والنواحي. كاين البرنامج كيكون كنوجدوه في الاول ديال العام، وكنحددوا المدن واللي فيها طلب، اللي فيها ناس ما عندهمش الامكانيات وكاين العدد كثير، باش تكون الحمله ناجحه. القافلة ستستمر خدماتها الطبية بهذه المحطة إلى غاية 16 من الشهر الجاري، على أن تنتقل لمناطق قروية أخرى حيث من هم في أمس الحاجة لخدماتها الطبية المجانية. بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر تم أمس الكشف عن اللوحة الضخمة التي ستؤثث برج المكتبة الوطنية بالعاصمة، إبداع فني يحمل توقيع الفنان التشكيلي العالمي جون وان. حنان أرسلان وعدنا الهرس. على مساحة 300 متر مربع أنجز الفنان التشكيلي العالمي جون وان هذه اللوحة الضخمة، عمل فني سيزين برج المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
الفنان جونوان المعروف عالميا بجدارياته وفن الجرافيتي والكاليغرافيا استطاع أن يترك في هذا العمل بصمته الفنية المميزة مستلهما إبداعته من المغرب حضارة وثقافة. ما هو رائع اليوم هو أن جونوان أنجز بدعوة من وزارة الثقافة والاتصال تزيين برج المكتبة الوطنية. وما هو مهم أيضا في هذا المعرض أننا أردنا أن نظهر للزائر لماذا اختيار جونوان لتزيين المكتبة. اختيار رائع. جونوان ولد بنيويورك، أصله من الدومينيكان. ارتبط اسمه بفن الشارع من خلال الجداريات. في الثمانينات انتقل إلى فرنسا وتأثر بالفنان الفرنسي فيليب باندو، ثم رعاه فيما بعد ذلك الفنان العالمي أوان، حيث بدأ بالرسم على القماش. حل جونوان بعدة بلدان حيث أبدع جداريات مختلفة وقدم أعماله الفنية الضخمة، وهو اليوم ببلادنا الذي عهد زيارتها مستلهما إبداعاته من تراثها وألوانها. أعتقد أن صداقة مع المغرب وتاريخه يظهرني بجلاء في رسوماتي المتكررة وفي لوحاتي. إنه توقيع باسم خاص، ولديكم أيضا فن الكاليغرافيا. الفن رقص بالألوان، هكذا يتحدث جونوان عن أعماله. هو أيضا راقص وفنان للهيب هوب، من ثم تضمن حفل افتتاح هذا المعرض موسيقى وفن بعروض مميزة للشباب في فن الهيب هوب. رياضيا، وفي الدار البيضاء تواصلت اليوم منافسات البطولة العربية للغولف للشباب والناشئين والسيدات بإجراء المراحل الإقصائية. ابتسام أدريس وسفيان الإبراهيمي. استؤنفت صباحة اليوم منافسات البطولة العربية للغولف. التنافس بدأ يشتد بين الشباب والناشئين والسيدات، والجميع أمام اختبار تقديم مستوى جيد لكسب رهان البطولة، والأهم من كل هذا صنع خزان من التجربة. كتزيدنا الاكسبيريونس، بحال دابا مثلا يمكننا نشاركوا مثلا الى ربحنا مثلا شامبيون اغاب نشاركوا في شامبيون دي موند، وعلاش لا نتكلاسوا ما بين الدول المزيانه في العالم. الصراع على احتلال المراكز الاولى والتقدم في هذه المنافسه اجبر اللاعبين على تقديم افضل ما لديهم بالرغم من اصطدامهم بصعوبات خلال المراحل الاقصائيه. اجواء حلوه والمنافسه قويه، بس الملعب كتير صعب، ويعني اليوم عملت سكور حلو بس انه بكم باتر ما توفقت، بس انه ان شاء الله بكره بنعمل احلى. كان الملعب جيد بس الجو كان غريب شوي، الهواء يتغير كثير والجرينات كانت سريعه شوي، بس الحمد لله ان شاء الله بكره نلعب احسن. التنافس إذن يستمر على مدى يومين وحسب قواعد ونظام البطوله المستمده من القانون الدولي للعبه، وكذلك طريقة اللعب وانطلاقة كل فئة حسب الأعمار. اليوم بدأ التنافس حسب القرعة، غدا الأفضل بين اللاعبين سيبدأ المنافسة على أن يكون الختام بالأقوى والأقرب إلى التتويج. إلى التذكير بالعناوين. في افتتاح المؤتمر 11 للتضامن بالرباط، تأكيد على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية وحرصه الدائم على إشاعة قيم السلم والتضامن عبر العالم. القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء مشروع رائد يواكب سلسلة المشاريع العملاقة التي باشرتها المملكة في مجالات عدة. وملتقى اليهود المغاربة بمراكش يؤكد على الاستثناء المغربي للعيش المشترك من خلال الالتزام بالحفاظ على الذاكرة والتراث. وبالمستشفى الإقليمي لازلال، مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم قافلة طبية لعلاج وجراحة العيون. غدا نلقاكم بإذن الله.